طلع. والله مغلبان يا دكتور اخر غل، وعملت لها كل حاجه عشان تحن ومفيش فايده. تحن؟ مقطعه قلبي يا ولداه. اصل زمته اللبن دي وحشه، وانت سيد العارفين. ايوه عارفها، زمته اللبن جنب صفه اللبن، عارفها. اهو البركه فيكوا بقى تلاقوا لها حل وانتوا هتغلبوا. خلاص يا بنت بلاش نماضه، يعني سيبيهم يشوفوا شغلهم. انت كده معطله حبل افكارهم. هما جايين يساعدونا ولا نقعد نلوك بقى ويقعدوا يسمعوا فينا؟ هو انت ما بتردش عليا ليه يا دكتور؟ لا بفكر في المصيبه اللي احنا فيها. مصيبه؟ مصيبتك كفر الله الشر. مصيبه اللي البقره فيها. يلا يا نسوان، يلا عشان الدكتور البيطري بقى يشوف له حل بقى. يلا يا اختي مش وقته يا اختي. يلا يلا يا اختي. يلا يا بيت. طب والنبي يا دكتور بشويش على الدرع، احسن مش مستحمله حد يجي ناحيته. اصلا احنا هنا قوي. ايه الدرع ده؟ تعرف يا ابراهيم، احنا كل ده ربانين وربنا سطرها معانا. البنت دي هتودينا في 60 داهية. ما تيجي نمشي من هنا يا ابراهيم. يعني انت رفاعي اللي بعت العسكري بتاع الحجز علشان يروح يجيب له الدواء، صح؟ ايوه يا باشا مظبوط، تمام كده. طب ما روحتش انت ليه؟ ليه تسايب العسكري نبطشيته؟ يا باشا انا عملت اللي سليم بيه قال لي عليه بالظبط، وما كنتش راجعه في كلامه. حكيم هو بقى ربنا يفك كربه، كان طبعه حامي وكان بيهب فينا على اقل حاجه. فك كربه، ربنا يفك كرب كل مكروب يا باشا. وعند راجل اشتغل معانا وكلنا عيش وملح سوا. اصيل يا رفاعي. طب وزياد ماله باشا؟ ما شفتوش بعد ما سليم راجع من بره؟ لا يا باشا ما شفتوش. يظهر بقى سليم بيه كان بيعمل كل ده عشان يتحرك بيه براحته ومحدش يشوفه. وجهة نظر برضه رفاعي. على فكرة رفاعي ذكي ولماح قوي، وواد جدع كده وصاحب صاحبه. وزناتي؟ زناتي مش صاحبك وحبيبك ده ولا ايه؟ يا باشا زناتي كويس الحمد لله كويس، بس هو في مأمورية بره. طيب ما تنساش انت تسلم لي عليه. الله يسلمك يا باشا. طب وسليم الانصاري قتل زياد ليه؟ ولا هو اللي ما قتلوش؟ يا باشا النيابة قالت هو اللي قتل. وانا هعرف اكتر من النيابة؟ يعني خلصانة بغيت من النسر. عندك حق. طيب ايه اللي ممكن يكون بينه وبين الواد زياد ده عشان يقتله؟ ربنا العالم بقى يا باشا. الواد كان صاحب مرض، واكيد سليم بيه ما كانش قصده يجيب اجله. لكن هنعمل ايه؟ خلصانة بمعاد. اعمار يا باشا اعمار. طيب انت تقدر تتفضل دلوقتي، ما تنساش بقى سلمني على صاحبك. ها؟ قول له صلاح بيه بيسلم عليك كتير قوي، وخليهم يشوفوا لي فين وليد بيه علشان عاوز امشي. بسم الله بسم الله. انت متاكد يا ابراهيم ان انتايا؟ بسم الله. ما هو يا بيه قدامك اهو. هيا دكتور ايه الاخبار؟ انا قلت لكم مش عايزين حد يخش علينا، سيبونا نشوف شغلنا. اتفضلي بعد اذنك. بعدين يا ابراهيم الناس دي لازم تيجي تلاقينا حلبين الجاموسه. طب انا اعمل ايه يا بيه؟ ده شكلها الجاموسه دي عامله رجيم، هتنزل لنا لبن دايت في الاخر اهو. بسم الله. هيا دكتور. بسم الله. هيا استاذ ابراهيم، زمانكم قلتوا بقى الست دي ورطتنا وخلعت وسابتنا مننا للجاموسي. يعني الواد زناتي ده عليه علامات استفهام. وانا بدردش مع الامن والضباط عرفت ان زناتي ده شمال، ورفاعي ده مش وراه في كل حاجه. وسعادتك ما طلعتش من رفاعي ده باي حاجه؟ للاسف كل كلامه كدب في كدب، ما عرفتش اطلع من كلامه باي حاجه ممكن اصدقها ممكن تبقى صح. كله كدب في كدب. معنى كده بقى ان سعادتك هتصدق كلام سليم؟ لا مش معنى كدب رفاعي اني صدقت سليم. احنا هنستنى شويه، هناخد كل الكدب ده ونصفيه ونحاول نطلع منه بحاجه بجد. سعادتك لسه مصر برضه ما نجيبش الواد زناتي ده عندنا في المكتب ناخد منه كلمتين؟ وهنجيبه نعمل بيه ولا متهم ولا شاهد. خليه كده يشوفنا احنا بنعمل ايه واحنا نتابعه ونعرف رد فعله ايه. تمام سليم.
كفايه مقطف معاد انهم يسالوك، وانت مش شاهد في القضيه بتاعت المحروس سليم الانصاري؟ لا يا زنات، انت ما شفت الضابط اللي اسمه صلاح ده عامل ازاي؟ ده زي ما يكون مخاوف نفسه وعارف كل حاجه. شفته وعارفه كويس، انت بس اللي خفيف وبتخاف من اي حاجه. طب انا خفيف وعيل كمان يا عم، ارتحت بس لحد كده وجبرت، خلصانه بفيونكا، انا مش هروح في ده يا زنات لوحدي. بقول لك ايه، لا ده وقت ولا ده مكان، يلا نروح وبقى تعالى عدى عليا نتغدى في البيت ونشوف هنعمل ايه. تعرف عشان تعرف انك كنت حمار، وبعد كده اي حاجه يقولها لك ابوك تسمعها وانت ساكت. ماشي يا حاج، بس الشهاده لله الواد طلع فورا، انا مجرد ما بخيت له الكلمتين قلب الدنيا على الانترنت، الناس في المنطقه بيتعاملوا معاه كاني نجم سينمائي. انا قلت لك يا ابني العيال دي عارفه سكتها كويس قوي، اهم حاجه دلوقتي ان الواد ده يبقى تحت بطك على طول. حاضر يا حاج. بعد كده اي حاجه اقولها لك تسمعها وانت زي الجزمه القديمه، فاهم؟ اياد مش عاجبك ولا ايه؟ لا عاجبني يا حاج، انا اقدر اتكلم. والله فيك الخير يا فاطمه، بتوع الجمعيه محدش فيهم سال عليا بنيجي شهر وزياده. الدنيا تلاهي يا ناديه، معلش. يا سلام، ولا حتى تليفون. معلش ملحوقه، انا هربيهم واحده واحده يوم ما اروح لهم الجمعه الجايه. الجمعه الجايه؟ الجمعه الجايه. تنسيت يا فاطمه ان احنا رايحين البدرشين عشان نوزع هدوم على الغلابه اللي هناك؟ وانا جايه لك عشان كده يا نادي. عشان ايه؟ ما تتكلمي على طول، في ايه؟ ما بلاش تروحي المشوار بتاع يوم الجمعه الجايه ده. ما ينفعش اروحه ليه يا فاطمه؟ يعني مشوار متعب عليكي، وانت حبيبتي فيكي اللي مكفيكي. وانا امتى اشتكيت من مشاوير الخير؟ ده انا لفيت مصر حته حته في عمل الخير. هو عشان كده انا عارفه ان انت عملتي بزياده قوي، واني الاوان بقى انك ترتاحي. وانا كنت اشتكيت لك يا فاطمه. فاطمة في ايه بالظبط؟ اتكلمي على طول. بصي حبيبتي، يعني انا انت طبعا عارفه ان انت اختي وغاليه عليا، بس بصراحه الكلام اللي بيقولوه في الجمعيه يعني مخوفني عليكي، اني ضايقك، وما ينفعش ان في واحده يعني تسمعي كلمتين يضايقوكي. ما ينفعش ليه يا فاطمة؟ ومين دي اللي هتستجري وتجيب سيرتي انا ولا ابني؟ كتير كتير قوي، ده على فكره كانوا بيصوتوا عاملين تصويت علشان يشيلوكي من مجلس الاداره، ولولا انا اللي وقفت لهم. ما هم بيقولوا ان ما ينفعش، يعني ما ينفعش يا فاطمه. ما ينفعش يبقى في واحده في مجلس الاداره وابنها مجرم وهربان من قضيه تعذيب. ما نسيوا ان انا لميتهم من قعدات النميمه اللي في النوادي وخليتهم يعملوا خير في حياتهم؟ نسيتي يا فاطمه ان انا وابني اللي جبت لهم حقهم في الميراث اللي كان هيتاكل، ولا نسيتي؟ والله يا حبيبتي ما جابني عندك النهارده الا معزتك عندي وخوفي عليكي، وان حد يقول لك كلمه وحشه ولا يسمعك كلمه تضايقك. فكري في كلامي وما تزعليش مني. ربنا يا حبيبتي يفك كربك ويزيع عنك. عن إذنك. لا حول ولا قوة إلا بالله يا ربي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مفيش حاجة يا ابني، اتفضل. اتفضلي يا ست. بسم الله ما شاء الله، وجابت كل ده؟ دي ما كانتش راضيه تنزل ولا نقطه. اللي هي كان عندها ايه؟ هي كان عندها ايه بقى؟ ستريس. ستريكس. ايوه الاستريكس ده مرض خطير منتشر بين الحيوانات، وده نتيجه على ان المواطنين بيهينوا الحيوانات ويشتموها، وانتوا عمالين تشتموها ليل ونهار يا جاموسه يا جاموسه، فتعبت واكتئبت ومنعت اكله، ولذلك منع اللبن. بعد تشخيص الدكتور وتعليماته بيقول ان انتوا لازم تحترموها وتغيروا لها نوع البرسيم ده، وتحطوا لها برسيم 92 ابو نوره ده. بعدين احنا ظبطنا لك خلاص، انا احلبها كل 3 شهور، انا مش فاضي لك بقى كل شويه شوفي شغلك. العفو يا دكتور، اني ما قلتش كده. طب يلا يا بنتي، في ايه اللي فعلا انت فيها دي؟ يلا يلا يا اختي انت وهي، يلا خلصنا هنا، يلا شوف حته تانية نشتغل فيها. متشكرين قوي يا دكتور، مش عارفين نعمل ايه من غيرك. كتر خيرك يا دكتور.
الاستريكس ده ليه صحيح؟ هو ده اللي مزعل حضرتك قوي كده؟ فاضل ايه تاني يا حسام؟ كسرت نفسي واهانه كمان يقولوا على سليم ابني رد سجون. ده يرضي ربنا ده؟ لا طبعا ما يرضيش. هما ما يستاهلوش دمع من دموعك. عامة كويس ان انت عرفتي معنى حياته. بس تكترين عليا اشوف الفرحه في عيون الناس الغلابه وانا بوزع عليهم الهدوم. واسمع لي دعوه ولا دعوتين. ده يرضي ربنا يا ابني. اوعى تجيب لها سيره يا حسام. نجيت يا ماما. اهلا يا حبيبتي. ايه ده؟ في ايه؟ مفيش حاجه يا حبيبتي. اصل انا كل ما بشوف حسام بفتكر سليم. ايه ده طنط؟ ده هيخليني ما اجيش كده. لا يا حبيبي انت تنورني في اي وقت. شوفي حسام يشرب يا سام. شاي كويس؟ لا 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 انا كده كده هقوم امشي. على طول كده؟ اه ورايا مشاوير. بس احنا مش اتفقنا هتقابل يوم الجمعه؟ ايه ده؟ تقابلوا يوم الجمعه ليه ان شاء الله؟ ماما انت استغليتي فرصه ان انا مش موجوده وخدتي ميعاد مع حسام؟ لا مش القصد. لا هو بس طنط حكيت لي على الخير اللي هي بتعمله والجمعيات بتاعتها فانا قعدت ازن عليها لما حد ما قالت لي انها تاخدني معاها البطرشين نوزع هدوم. ان شاء الله. كده ولا ايه طنط؟ ايوه. تيجي معانا يا سلمى؟ هاجي معاكم طبعا. ما انا هسيبك لوحدك ولا ايه؟ تعالوا يا بنات. تعالوا يا بنات سلموا على الدكتور والمساعد بتاعه. يا اهلا وسهلا. تعال. يا اهلا وسهلا. انت شفت بقى هند قبل كده صح؟ اه شفتها. ازيك يا هند؟ دي القمر بقى الوسطانيه بتاعتي هاله. ودي اخر العنقود الجميله هنا. بسم الله ما شاء الله. ايه العسل والقمر ده؟ انت في سنه كام بقى يا هنوشه؟ انا في خمسه ابتدائي. ما شاء الله ما شاء الله. ويا ترى بقى شاطره بقى يا هنوشه في المدرسه ولا خالص؟ ده انا شاطره جدا. ده انا بطلع الاولى على المدرسه. ما شاء الله ما شاء الله. وانت في سنه كام يا هلولو؟ في ثالثه اعدادي. ما شاء الله ما شاء الله. هو احنا مش هنطلع بقى ولا اللي هنفضل في الهري كتير اللي ملوش لازمه ده؟ اه لا لا مش هنفضل في الهري ده ولا حاجه. يلا خدي اخواتك واطلعي على فوق وغيروا هدومكم وصلوا لغايه ما جيلكم. يلا. ما شاء الله. ربنا يخليهم لك يا مدام حنان ويبارك فيهم ويفرحك بيهم. تربيه العيال صعبه والله وخصوصا البنات. وهمهم بيبقى اكبر لما يبقوا عايشين ومش عارفين ان كانوا يتامى ولا ليهم اب. هو ايه الموضوع ده يا ست حنان؟ انتوا فعلا مش لاقيين ابوه؟ ما نعرفش يا اخويا ابوهم فين. قالوا اتخطف. لا عارفين مين اللي خطفه ولا عارفين اللي خطفوه عملوا فيه ايه ولا عايزين منه ايه. وبعت مرسال واتنين وعشره محدش رد عليا قال لي حاجه. قالوا لي بعد 3 سنين تقدري تطلعي ورقه وتقولي انك متطلقه. بس انا مش عايزه اعمل كده. انا حاسه انه هيرجع. حاسه ان هو في حته ومش قادر يجي بس مسيره هيظهر. وحيد الله كده يا ست حنان. ربنا يقرب البعيد ويرجعه لك بالسلامه ان شاء الله. والله تعبانه في تربيه العيال وتعبانه قوي قوي في اداره المشروب. مش عارفه الحق عليه ولا على ايه. رجاله البنات كلهم طمعانين فيا وطمعانين في مال البنات. مش عارفه الاقيها منين ولا منين. اربي بناتي ولا ادير المشروع ولا احرسهم ولا اخد بالي بالبهايم. مش عارفه اعمل ايه. انا لو عايزه اشوف نفسي كنت شفت نفسي من زمان. كنت اتجوزت حوده. بس انا ماليش في الشقاوه وماليش في الاكل الحرام. اخترت ابو البنات طيب وغلبان وبيحبني وعايز يفتح بيت. واتجوزنا وربنا رزقني بالبنات الجمال دول. بس ربنا مش كاتب لي اتهنى. مش كاتب لي بقى. إلا لله. بس ربنا هيقف معايا. ربنا بيقف مع الولاية دايما. وانا وليا وبربي ولاية. ربنا هيقف جنبي. ولا يهمك يا مدام حنان. انت ست والله يعني زي الفل وتستاهلي كل خير والله. انا ايه اللي خلاني اقولكوا الكلام ده؟ انا ليه بشيلكوا همي؟ ده انتوا كفايه اللي انتوا فيه. ازاي بس يا ست حنان؟ ده احنا اللي شايلك همنا. بس يعني لمؤاخذه في السؤال معلش يعني. المكان هنا امان؟ أمان الأمان يا باشا. ولا تقلق. عيش براحتك. بس البلد دلوقتي زمانة كلها بتتكلم عن الراجلين اللي جم المزرعة عند حنان. عشان كده عايز أقعد معاك قعدة بقى كده وأفهمك الشغل شكله إيه. عشان لو حد سألك سؤال كده ولا كده تبان إنك دكتور بيطري بجد يا باشا.
ولد ابن حلال متربي كده وابن ناس. اه والله يا ماما، قالوا احنا اللي كنا فاكرين اللي هيقفوا جنبنا هم الناس اللي احنا عارفينهم من سنين. ربنا بعت لنا واحد ولا احنا نعرفه ولا هو يعرفنا. هي الدنيا كده يا سلمى يا بنتي حبيبتي، اذا كان الخير اللي عمله اخوكي سليم في القريبين مننا ما تمرش فيهم اهو، تمر في الغريب. هي الدنيا كده يا سلمى. مالك بس يا ماما؟ اخوكي وحشني، وحشني قوي يا سلمى. بس ان شاء الله خير يا رب. على فين يا بيه؟ هو ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجه يا ابراهيم، خلاص ظبطنا حياتنا هنا، خلينا نتحرك بقى نشوف اللي ورانا. يعني هنشوف اللي ورانا هنعمل ايه يعني؟ احنا برضو مش هنفضل هربانين، مره فوق سطوح ومره في وسط البهايم. طب يا بيه احنا بايدنا ايه نعمله؟ مش سعادتك رحت لصلاح بيه وشرحت له كل حاجه؟ صلاح ده كان سكه وخلصت، خليه بقى نشوف سكه تانية عشان نعرف نوصل اللي احنا عايزينه. سكه تانية يعني زي مين يا فندم؟ رفاعي. رفاعي ده الوحيد اللي خلينا نوقع ولاد الكلب دول. طب ورفاعي ده هنروح له برضه يا باشا؟ لا، اللعب الأول بشوية رسائل. أي والله صح، الله ينور عليك يا بيه، مباحث مباحث. أي والله نورت بيت أخوك أبو رفاعي. أخوك ولدي يابا وادعي لي. فاكر لما تعرفني كده زي البهايم هذا يعني؟ يا جدع أنت مالك ومال البهايم بس عشان تدور عليها زيك؟ عملت لك إيه؟ وكمان ليك نفس تهزر؟ أنت جاي عليك إيه؟ ما أنا اللي متصدر في وش المدفع. يا جدع ما تبقاش غشيم، مدفع إيه بس؟ احنا ورقنا سليم ومتستف يابا ومية مية، يعني لا سليم ولا صلاح ولا الداخليه كلها تقدر تهاوب ناحيتنا. انت اصلك ما شفتوش يا زناتي، ده زي ما يكون عارف كل حاجه. يا عم ولا تايه على حركات الضباط دي، ولو عارف حاجه كان سكت ده كله. انت بس اللي خفيف، لو سمعت كلامي وهديت نفسك كده من جوه ما عادش يقدر يهاوب ناحيتك. فكرك كده وابو كده كمان. قول انت بس كده وانا هلفلك سيجاره تخليك ايه ملك زمانك، ولا وزير الداخلية نفسه واشغل بالك. كل ده مين السائل اللي بعت رسالة على الأكل ده؟